بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، طلاب وطالبات توجيه بالمملكة الأردنية الهاشمية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة أسعد أمبال التعليمية. إن شاء الله في هذا الفيديو بنحل أسئلة كتابي Students Book كتاب الطالب وActivity Book كتاب الأنشطة عن درس جمل الوصل أي أسماء الموصول. طيب، زي ما اتفقنا إنه هذا الدرس بالذات بنقسمه زيه وزي درس يوستو بيوستو إلى ثلاثة فيديوهات أساسية. فيديو شرحنا فيه درس اللي هو أسماء الموصول، درس جمل الوصل أعطينا عنه فكرة عامة واستخدامات اللي هو كل ضمائر الوصل، شرحناه في الفيديو القادم. في هذا الفيديو بحل معاك أسئلة الكتابين اللي وردوا عن هذا الدرس، وفي الفيديو الثالث إن شاء الله بحل لك أكثر من 40 سؤال من أسئلة الوزارة اللي وردت في من سنوات سابقة عن جمل الوصل أي أسماء الموصول. طيب، قبل ما أبدأ هذا الفيديو ضروري جدا عايز أذكرك أنك أنت لازم ترجع للفيديو السابق، ترجع للفيديو السابق ضروري جدا جدا، علشان هنا أنا بحاول أنه أحل بقدر الإمكان. أيوة، ممكن أذكرك شوية بأهم النقاط اللي وردت في الفيديو السابق، ولكن لو أنك أنت شاهدته أفضل بألف مرة، علشان أنك أنت تقدر تفهم معاي بصورة ممتازة هنا، خصوصا التمارين بتاعتنا طويلة شوية. طيب، عايز أذكرك بالحاجات اللي حصلت في الفيديو الماضي. أهم شيء أنه نحن تحدثنا عن أنه جمل الوصل بتتقسم إلى قسمين أساسيين. القسم الأول بنسميها جمل الوصل المعرفة، والنوع الثاني بنسميه جمل الوصل الغير معرفة، يعني جمل وصل معرفة أي محددة، وجمل الوصل غير معرفة أي غير محددة. طيب، أخذنا أربع خصائص لجمل الوصل المعرفة وأربع خصائص لجمل الوصل الغير معرفة. قلنا جمل الوصل المعرفة لا توضع بين فواصل، ما بيكون فيها فواصل. نمرة 2، قلنا جمل الوصل المعرفة بتعطينا معلومات أساسية وضرورية necessary information عن الاسم المذكور فيها. قلنا يتغير 3، يتغير معنى الجملة تماما إذا حذفت هذه المعلومات الأساسية أو المعلومات الضرورية، لأنها تحدد الاسم المذكور في الجملة وتميزه عن غيره. نمرة 4، قلنا يمكن أن تستخدم فيها ذات بدلا من هو وويتش لأنها لا تحتوي على فواصل. دي كانت جمل الوصل المعرفة خصائص الأربعة. إما جمل الوصل الغير معرفة خصائص الأربعة كانت توضع بين فاصلتين. نمرة 2، تعطينا معلومات إضافية كسر information. نمرة 3، لا يتغير معنى الجملة إذا حذفت هذه المعلومات الإضافية. نمرة 4، لا يمكن فيها استخدام ذات بدلا من هو ويتش لأنه يوجد بها فواصل. يبقى كنا ذكرنا المواصفات الاثنين دول واخدت عليهم أمثلة وشرحتهم لك بصورة تفصيلية كل واحدة من مميزات جمل الوصل المحددة وجمل الوصل الغير محددة. طيب، أخذنا أسماء الموصول اللي هي ممكن نسميها أسماء الموصول أو ضمائر الوصل. ضمائر الموصول أو أسماء الموصول كلها نفس المعنى، اللي هو هم الستة الأساسيات المغررين في التوجيههم. الأولى قلنا هي هو، وهو قلنا بمعنى الذي أو التي أو الذين، وتستخدم للأشخاص العاقلين سواء كانوا في موقع الفاعل أو في موقع المفعول به. جميل. وقلنا قبل ما إنه ونحن أول ما نجد قبل الفراق اسم عاقل طوالي بنفكر إننا نضع هو، ولكن قبل ما نضع هو نتأكد إنه ما بعد الفراق لا يوجد اسم له علاقة بتاع التملك أو صلة قرابة بالاسم الأول، لأنه إذا وجدوا اسمين لهم علاقة بتاع التملك، واحد قبل الفراق والثاني بعد الفراق، وفي علاقة بيناتهم علاقة تملك أو علاقة بتاع صلة قرابة، في هذه الحالة لا نستخدم هو وإنما نستخدم هوز بتاعة الملكية، حتى وإن كان الاسم الموجود قبل الفراق عاقلا. إذن نحن نستخدم هو مع الاسم العاقل شرط أن لا يكون بعد الفراق اسم آخر له علاقة بتاعت ملكية أو علاقة بتاعت صلة قرابة بهذا الاسم الأول. طيب، الثانية which قلنا هي which بنستخدمها لغير العاقل، الكتاب، المسطرة، الدروج، الحاجات اللي زي كده، ماشي؟ طيب، وقلنا كمان عليها ملاحظة إنه which ممكن نستخدمها لإسم المكان،
قلنا نستخدم الاسم المكان، وهذه ركزنا عليها كويس، لانه اصلا اسم المكان بنستخدم ليه وير، شيء طبيعي لما اذكرك بها. لكن ممكن نستخدم لاسم المكان نتعامل معه كغير عاقل اذا كان يوجد ما بعد الفراغ فعل. اذا يوجد، يعني انت وجدت اسم مكان مثلا سيتي، مدينة، او هوسبيتال، مستشفى، او مثلا شوب، دكان، او متجر، او ستريت مثلا شارع، او موسك مسجد، او سكول مدرسة، ووجدت بعد الفراغ فعل، ففي هذه الحالة نستخدم which، ونعتبر هذه الأسماء غير عاقلة وليست أسماء بتاعت أماكن. جميل؟ علشان بعدين بنستخدم هذه الأماكن إذا كان يأتي بعدها ضمير أو اسم بنستخدم لها where وليست which. جميل؟ طيب، هذه بالنسبة ذكرنا لي شنو هو و which. اللي بعدهم whose. whose وهي للتملك. ليه؟ التملك تستخدم للملكية يعني. ويشترط أن يكون قبل الفراق اسم وبعد الفراق اسم توجد بينهم علاقة بتاع التملك أو صلة قرابة، سواء كانوا الاسمين ديل عاقلين أو سواء كانوا الاسمين الاثنين ديل غير عاقلين، أو سواء كانوا الاسمين ديل واحد عاقل والثاني غير عاقل، ما دام توجد بينهم علاقة تملك أو علاقة بتاع صلة رحم أو قرابة يعني، فبالتالي يعني الأب وابنه، الأم وبنتها وكده، ففي هذه الحالة نستخدم whose. بالنسبة لوير تستخدم للمكان، ولكن قلنا حالة استثنائية، نحن ممكن نتعامل مع المكان كغير عاقل إذا كان ما بعد الفراغ يوجد فعل. هذا شرحناه في الفيديو الماضي كله، أنا بذكرك به حاليا فقط. ماشي؟ إما وير تستخدم لكل الأماكن ما دام يوجد بعد الفراغ اسم أو ضمير، ما دام يوجد، يعني لو وجدت اسم بتاع مكان، مدرسة، مستشفى، مدينة، أو أي حاجة أو دولة، ففي هذه الحالة نستخدم وير إذا كان يوجد بعد الفراغ اسم آخر أو ضمير. إما إذا وجد فعل فنتعامل مع اسم المكان باعتباره غير عاقل ونستخدم which. إذا كده عرفنا who و which و whose و where. نشوف when. ماشي؟ وين بالنسبة لوين تستخدم للزمن، والزمن دايما معروف قد يكون اللي هو يأتي قبل الفراغ، إما كلمة تايم زمن، أو كلمة year سنة، أو كلمة month شهر، أو كلمة week أسبوع، أو day يوم، أو hour ساعة، أو second مثلا ثانية، أو minute دقيقة، أو أي حاجة، أو تواريخ مثلا 1994 أو كده، تواريخ زي كده، كل حاجة بتدل على زمن، سواء كانت دالة على زمن أو دالة على تاريخ، فتعتبر هذه زمن ونستخدم لها when. ماشي؟ طيب بالنسبة لذات، إذا كده عرفنا اللي هو who و which و whose و where و when، ونشوف الأخيرة ذات. ذات زي ما انا قلت عنها تستخدم بدلا من ويتش، تستخدم للعاقل ولغير العاقل، تستخدم بدلا من ويتش وهو. ماشي؟ ولكن يشترط فقط ان تستخدم في جمل الوصل المعرفة، جمل الوصل المعرفة التي لا تحتوي على فواصل. يعني ما ممكن نستخدم في جمل الوصل الغير معرفة التي توجد بها فواصل ذات، لأي سبب من الأسباب ما بنستخدم ذات في جمل الوصل الغير معرفة، فقط بنستخدم ذات في جمل الوصل المعرفة لأنها لا تحتوي على فواصل، بدلا من ضميري الموصول اللي هو هو وويتش. يعني لا تستخدم بدلا من وير، ولا تستخدم بدلا من هوز، ولا تستخدم بدلا من وين، وإنما فقط تستخدم بدلا من الضمير ضميرين فقط اللي هو هو و which، اللي هو للعاقل او لغير العاقل. طيب اذا ده كان محتوى الفيديو بتاعنا الماضي، طبعا الشرح اللي انا قلته هذا كتذكير فقط، لانه شنو؟ لانه نحن اصلا درسنا هذا الكلام بصوره تفصيليه في الفيديو السابق، ارجع ليه وافهمه بصوره كويسه. طيب هنا عايز امر على التمارين بتاعت الكتاب بصوره سريعه. طيب عندي التمرين الاول اللي هو في كتاب ستودنتس بوك صفحة 31، بيقول complete the text with the correct word from the books، اللي هو أكمل النص بالكلمة الصحيحة اللي موجودة في الصندوق. في الصندوق معطيني أربع كلمات، ذات وويتش ووير وهو. ذات تستخدم في جمل الوصل المعرفة بدلا من هو وويتش، وويتش تستخدم لغير العقل، ووير تستخدم للمكان، وهو تستخدم للأشخاص. ماشي؟ قال sometimes، أحيانا أو في بعض الأحيان، more than one answer is possible، في بعض الأحيان هنالك أكثر من إجابة صحيحة محتملة. محتملة يعني بعض الجمل قد تحتمل نستخدم فيها هو أو ذات، لأنه هو للعاقل وذات تستخدم للعاقل إذا كانت جملة الوصل معرفة.
وكذلك which ممكن في بعض الجمل نستخدم which أو نستخدم that، والاثنين صحيحين ماشي، علشان انت بتعرف اذا كانت جملة الوصل معرفة فنحن ممكن نستخدم فيها that بدلا من who أو which. يبقى ممكن يكون عندي أكثر من حل للجملة الواحدة. طيب بنشوف الجملة بتتحدث عن قصر بشير. قصر بشير موجود هنا في الأردن، اللي هو قلعة رومانية. طيب بنشوف، قال قصر بشير is an extremely well preserved Roman castle. قصر بشير هو قلعة رومانية محفوظة بشكل جيد للغاية ماشي. يلا لاحظ لي كلمة رومان كاستل. كاستل هذه قلعة. القلعة هي ما لا، أنا ممكن أعتبرها مكان وممكن أعتبرها غير عاقل ماشي. طيب هي مكان، اسم مكان، لكن أنا بعرف المكان ممكن أستخدم معه وير في الأساس. في الأساس نستخدم معه وير، ولكن يشترط علشان نحن نستخدم معه وير أن يكون ما بعد الفراغ اسم أو ضمير. إما هنا بعد الفراغ عيننا عامل لك إز، لاحظ لي صغيرة، هذا فعل. إذا كان ما بعد الفراغ فعل والاسم اسم مكان نستخدم ويتش، جميل، اللي هو عايل إز. إز فعل مساعد، فعل مساعد بعد الفراغ. فبالتالي هنا معناها نعتبر كاستل هذه قلعة، نعتبرها اسم غير عاقل وليست اسم مكان ماشي. ما دام اسم غير عاقل ممكن استخدم لها ويتش صحيحة، وممكن استخدم لها ذات صحيحة، لأنه هذه الجملة جملة وصل معرفة لا توجد فيها فواصل، يعني ما بيوجد قبل ويتش اسم الموصول فاصلة، لا توجد قبل ويتش. لو موجودة قبل ويتش فاصلة ففي هذه الحالة نحن بنقوم نستخدم شنو؟ ويتش فقط، ما بنستخدم ذات، لأنه ذات لا تستخدم في جمل الوصل الغير معرفة. إما هذه جملة وصل معرفة يمكن نستخدم خيارين، قد نستخدم ويتش وقد نستخدم ذات، والاثنين صحيحة ماشي. إذا ده الحل الأول، قال قصر بشير is an extremely well preserved Roman castle which or that is situated in the Jordanian desert and is about 80 كيلومتر south of Amman. قال قصر بشير هو قلعة رومانية محفوظة بشكل جيد للغاية، والذي يقع في الصحراء الأردنية ويبعد حوالي 80 كيلومترا إلى الجنوب من عمان. جميل. طيب نحن هذا نص طويل قاعدين نقصصه جزء جزء علشان تقدر تفهمه بصورة صحيحة. طيب بنشوف النص اللي بعده في نفس النص نفسه في نفس التمرين. قال the walls and huge corner towers of the castle. قال الجدران وأبراج الركنية ضخمة من القلعة. جدران فيها جدران وفيها أبراج ضخمة من القلعة. عندي كلمة قلعة وعندي قبليها في كوما فاصلة. فاصلة ماشي، يعني كوما يقع قبل الفراغ مباشرة، يعني قبل اسم الموصول أنا عايز أضعه، معناته هذه الجملة جملة وصل غير معرفة. إذا كان الاسم الموجود فيها غير عاقل أو عاقل، يعني نستخدم فيه which أو هو، لا يمكن أن نستخدم ذات، لأنه ذات لا تستخدم في جمل الوصل. طيب كاستل قلنا اسم بتاع مكان، اسم مكان قلعة، ولكن هنا نشوف ما بعد الفراغ، هل نستخدم ويتش ولا نستخدم وير؟ ما بعد الفراغ يوجد فعل واصفة، بالتالي نستخدم ويتش، نعتبره اسم غير عاقل وليس اسم مكان. السبب لأنه نحن نعتبره اسم مكان إذا وجد بعد الفراغ اسم أو ضمير. إما ما دام وجد بعد الفراغ فعل فبالتالي هذا نعتبره اسم غير عاقل ونستخدم معه ويتش ماشي. إذا لماذا ما وضعنا ذات؟ ليش ما وضعنا ذات؟ لأنه ذات لا تستخدم في جمل الوصل الغير معرفة، وهذه جملة وصل غير معرفة، والدليل موجود فاصلة كوما باللون الأحمر قبل نمرة 2 قبل ويتش يعني، وموجودة فاصلة أخرى بعد كامون إيرا اللي هو السي والإي، عايل باقي الجملة شوية بتلاقي فاصلة حمراء تانية اللي هو دي معناها جملة وصل غير معرفة، والكلام الموجود في الوسط ده معلومات إضافية وليست necessary information، معلومات أساسية يعني ممكن نحذفها عادي. إذا قال the walls and huge corner towers of the castle which was built at the beginning of the 4th century common era are still standing. It is thought that قصر بشير was built to protect the Roman border. الجدران وأبراج الركنية ضخمة من القلعة التي شيدت في بداية القرن الرابع الميلادي لا تزال قائمة، ويعتقد أن قصر بشير بني لحماية الحدود الرومانية. جميل. طيب أنا بيهمني الجزء بس بتاع الحل، يعني باقي المعنى ده بس علشان تعرف إن شنو الحاصل يعني كمعلومات وأشياء زي كده. طيب بنواصل في نفس التمرين اللي هو عندي تاني، فيه جزء في نفس التمرين. قال apart from the rooms
بصرف النظر عن الغرف اللي هو in the castle الموجودة في القلعة بصرف النظر عنها. They are also about 23 stables. هنالك أيضا حوالي 23 اسطبلا اللي هو الاسطبلات بتاعت الحصين. ماشي. Where horses may have been kept. ماشي. اللي هو كان يعتنى بالخيول اللي هو 23 اسطبلا حيث كان يعتنى بالخيول في هذه الاسطبلات. طيب ماشي. بنشوف اللي هو كلمة stables stables stable. الاستبل اللي هو المكان اللي بيربطوا فيه الحصان او المكان اللي بيقعد فيه الحصان. طيب ما دام هو مكان نشوف ما بعد الفراغ اذا وجد اسم او ضمير ان احنا بنعتبره نستخدم وير وهذا نعتبر اسم مكان. اما اذا وجد فعل فنحن نعتبره هذا اسم غير عاقل ونستخدم ويتش. جميل. طيب موجودة كلمة horses بالاخضر. horses حصين. حصين هذا اسم. فبالتالي اذا stables هذا اسم بتاع مكان فنستخدم له وير ولا نستخدم which لانه يوجد بعد الفراغ اسم. وفي حالة وجود فراغ اسم او ضمير وكان الكلمة الموجودة قبل الفراغ اسم مكان ففي هذه الحالة نستخدم وير وليست which. طيب ماشي. قال اللي هو may have been kept اللي هو اقرا لك بالترجمه باللغه العربيه وبعد ذاك نواصل. قال بصرف النظر عن الغرف الموجوده في القلعه هنالك ايضا حوالي 23 اسطبلا حيث كان يعتنى بالخيول في هذا الاسطبلات. طيب ماشي. people الناس دول ناس. ماشي. طوالي وعايل للجمله ما فيها اي فاصله معناتها دي جمله وصل معرفه ما فيها فاصله. people معناتها طوالي عايم ما بعد الفراغ. هل يوجد اسم له علاقة تملك علشان مثلا هو ذاته اسمه موجودة في الخيارات لكن في الامتحان إذا وجدت كلمة زي كده people أشوف ما بعد الفراغ هل يوجد اسم له علاقة ملكية بالاسم الأول أو له علاقة صلة قرابة ففي هذه الحالة نستخدم whose ولكن بس علشان أتأكد في الامتحان هنا ما في whose ما موجودة في الخيارات. طيب ماشي. هنا people استخدم هو او ذات. لماذا ذات؟ علشان هذه جملة وصل محددة وجملة الوصل المحددة ممكن نستخدم فيها ذات عادي لانها لا تحتوي على فواصل وpeople اسم عاقل اللي هو الناس نستخدم هو. قال people هو او ذات love exploring historical roman ruins will certainly find a visit to قصر بشير very rewarding. قال طيب اقرا لك النص بالعربي كامل علشان تفهم الموضوع بالضبط. قال بصرف النظر عن الغرف الموجوده في القلعه هنالك ايضا حوالي 23 اسطبلا حيث كان يعتنى بالخيول فالاشخاص الذين يحبون استكشاف الاثار الرومانيه التاريخيه من المؤكد انهم سيجدون زياره قصر بشير مفيده للغايه بالنسبه لهم. ماشي. ابقى هنا شنو الحل بتاعي بالنسبه لشنو ستيبلز اللي هو الاستبلات اعتبرتها شنو مكان اسم مكان واستخدمت وير علشان يوجد بعد الفراغ اسم. ماشي. اللي هو كلمه هورسز وبيبل لانها عاقل والجمله جمله وصل محدده فبالتالي ما فيها فواصل ممكن استخدمه صحيحه وذات صحيحه. طيب اشوف الجزء الاخير من هذا التمرين اللي هو قال once inside. طبعا ما فيه حل بس اقراه لك ساكت ما هو انا لازم اكمل لك التمرين مهما يكون. ماشي. زي ما موجود في الكتاب اللي هو once inside the building اللي هو بمجرد دخول المبنى يعني اول ما انك انت تخش المبنى one can imagine very vividly اللي هو what it would have been like to live there during the time of Roman Empire. اللي هو بمجرد دخول المبنى يمكن للمرء أن يتخيل بوضوح شديد كيف كان سيكون عليه العيش هناك خلال أوقات الإمبراطورية الرومانية خلال أوقات الإمبراطورية الرومانية. طيب هذا ما فيه حل بس هو مكمل لشنو؟ مكمل للتمرين. طيب بنشوف التمرين الثاني. التمرين الثاني اللي هو قال match the beginnings with the correct endings. طابق البدايات بتاعت الجمل هذه مع نهاياتها الصحيحة يعني في جدول لسه أنا هعرضه لك في جدول طابق بدايات الجمل مع نهاياتها الصحيحة with the correct endings and join them with the relative pronouns وأربطها بضمير وصل مناسب بين البداية والنهاية اللي موجودين دول. ماشي. Then write the sentences out in full ثم أكتب الجملة بعد ذاك كاملة يعني البداية والنهاية مربوطين باسم الوصل المناسب علشان يعطوني جمل مفهومة وواضحة. ماشي. قال تم حل الجملة الأولى لك اللي هو the first one is done for you. هذا التمرين في كتاب activity book صفحة 21. طيب نشوف اللي هو الجدول اللي فيه البدايات والنهايات اسم الموصول بتجيبه انت بناء على فهمك للدرس.
ماشي، في بداية وفي نهاية، بداية جملة ونهاية جملة غير مرتبين، أنت اللي بترتبهم. طيب نشوف الجدول، يلا الجدول واضح بالنسبة لك عايل ليه. قال a mathematician، mathematician اللي هو عالم الرياضيات. عالم الرياضيات is someone، عالم الرياضيات هو الشخص الذي، ماشي. طيب يلا لاحظ، معطيني في الجدول واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وفي دي بدايات والنهايات A و B و C و D و E، دي نهايات. أنت تستخدم البداية الأولى مع النهاية اللي بتناسبها، النهايات دي ما مرتبة، مع النهاية اللي بتناسبها، ثم تستخدم ضمير الوصل من عندك، من عندك اللي هو المناسب علشان ما تضعه مع هذه الجملة. طيب علشان تكمل به الجملة وتكتب تحت، انا الناس اللي بتتابع معي على الدوسيات موجود هذا الكلام ومرتب عندك، اللي هو هذا الجدول ثم الجمل مكتوبه تحته ومترجمه زي ما هي، جميل، اللي هو الجمل الموجوده تحت اسفلها، اذا كان مش مترجمه عندك اللي هو ترجمه، ماشي، موجوده عندك اللي هو بنفس النمط بتاع الفيديو هذا. بالنسبه للناس اللي فاتحين كتب وفاتحين حاجات زي كده، تابع معي على هذا الاساس. طيب قال ماثيماتيشن از سمون، عالم الرياضيات هو الشخص الذي، هو الشخص، someone دي شخص، ما هو ضمير الوصل، قبل ما نختار النهاية، ما هو ضمير الوصل المناسب بالنسبة له؟ someone معناته نستخدم ايش؟ هو، وممكن نستخدم ذات، الأفضل خلينا نستخدم هو عادي، ما دام هو الضمير الأساسي الذي يستخدم للأشخاص، يبقى a mathematician is someone who جبتها من عندي، ومن عندك أنت حتجيبها حسب فهمك للدرس. طيب نشوف النهاية اللي بتناسب معه، works with numbers، works with numbers، number C، نمرة C، يعني نمرة واحد معاها number C، اللي هو mathematician is someone who works with numbers. أنا بعمل لك ملخص بعد الجدول، بعد الجدول بعرض لك الملخص فيه والجمل مرتبة مكتوبة صحيحة وكده، بس الآن علشان بعدين أجي أقرأ مباشر ما أشرح تاني، انتبه معي للجدول، إنه نمرة واحد يكون معاها نمبر سي، ونختار ضمير الوصل المناسب عشان ما يربط البداية والنهاية هو هو، يعني تصبح لي الجملة عاين نمرة واحد، mathematician is someone who من عندي works with numbers، عالم الرياضيات هو الشخص الذي يتعامل مع الأرقام، يتعامل، يبقى نمرة واحد معاها نمرة سي نربطهم به تكون في الوسط، جميل. طيب نمرة اثنين، geometry and arithmetic are and arithmetic are subjects، geometry علم الهندسة، علم الهندسة، و arithmetics اللي هو arithmetic علم الحساب، علم الهندسة وعلم الحساب، قال معلوم علم الهندسة وعلم الحساب are subjects، هي من الموضوعات، من المواضيع، يعني من المواد، من المواضيع اللي هو ما دام عندي كلمة مواضيع هذه وعندي هم ذاتهم غير عاقلين، ماشي، إما أستخدم which وإما ذات، إما which صحيحة وإما ذات صحيحة، زي فوق في الجملة الأولى استخدمنا قلنا هو صحيحة وذات صحيحة، وممكن نستخدم هو لحالة أفضل، وهنا ممكن نستخدم which لحالة أفضل، علشان علم الرياضيات وعلم الهندسة وعلم الحساب، علم الهندسة وعلم الحساب في الجملة الثانية، ماشي، هي مواضيع هذه ما لا غير عاقلة، هي غير عاقلة أصلا، فبالتالي نستخدم which are studied by mathematicians، which are studied by mathematicians اللي هو تدرس من قبل اللي هو متخصصي الرياضيات، تدرس من قبل متخصصي الرياضيات. إذا نمرة اثنين معاها number A، geometry and arithmetic are subjects، اختار which عشان دول غير عاقلين، which اختار number A دي النهاية، are studied by mathematicians، يتم دراستها هذه هذه الموضوعات بتم دراستها من قبل اللي هو متعلمي الرياضيات او متخصصي الرياضيات او علماء الرياضيات، ماشي، واضحه لغايه هنا. نمره اثنين اللي هو نمره اثنين، نستخدم نمره اثنين ثم ويتش ثم معاها نمبر ايه، الترتيب الصحيح، وانا بعمل لك ملخص ليهم بعرضه عليك بعد شوي عليهم. نمبر 3 فيزيشن، ماشي، اللي هو شنو؟ كلمة طبيب زمان بيطلقوا عليه، الآن بيقولوا عليه دكتور، زمان بيقولوا عليه physician، physician اللي هو الطبيب، he is an old fashioned word، هي كلمة physician كلمة قديمة. طيب
كلمة قديمة معناها كلمة دي ماشي، معناها كلمة فيزيشن نفسها هي كلمة قديمة طيب، أو مصطلح قديم. طيب كلمة قديمة ومصطلح قديم زي ما غير عاقل، ما عاقلة، فبالتالي أنا استخدم ليها which أو that. which أو that أي واحدة فيهم صحيحة. قال which أو that means doctor، فهي تعني شنو؟ التي تعني دكتور. يعني نمرة ثلاثة، physicians is an old fashioned word، استخدمنا which أو that صحيحة ومعها number B means doctor التي تعني كلمة طبيب تعني الآن دكتور. كلمة physicians زمان في السابق تطلق على الطبيب، والآن كلمة دكتور تطلق على الطبيب. يبقى هذه جملة نمرة ثلاثة معاها نمبر بي، ونربط الجملتين مع بعض ب which أو that، لأنه اللي هي كلمة physician اللي هو الطبيب هذا كلمة غير عاقلة ماشي، وكلمة word اللي قبل الفلاق كلمة غير عاقلة، كلمة ذات غير عاقلة ماشي. طيب عندي نمرة أربعة، اللي هو chemist is a person، الكيميائي الشخص اللي بيشتغل في الكيميائي، اللي هو الكيميائي هو الشخص. ما دام موجودة كلمة شخص نستخدم هو أو ذات، هو أو ذات الاثنين صحيحات، هو أو ذات الاثنين صحيحات. طيب الشخص الكيميائي هو الذي بالتأكيد ماله works in laboratory، بيعمل في المختبر، يعني جبنا هوس من عندي عشان نربط بيها. يبقى الكيميائي نمرة أربعة، chemist is a person اللي هو works in laboratory معاها نمبر E، نمرة أربعة معاها نمبر E، دي البداية نمرة أربعة والنهاية نمبر E، وبيناتهم نربطهم بكلمة هو أو ذات، أي واحدة صحيحة. هو عشان ماله، عشان الكيميائي person ده شخص ماله شخص عاقل. طيب the stars، اللي هو النجوم، and planets والكواكب are things، هي الأشياء. ما دام في كلمة أشياء هذا غير عاقلة، معناتها نستخدم ذات أو which من عندنا. which astronomers study، التي يدرسها علماء الفلك، إذا نمرة خمسة، معاها نمبر دي، ونربطهم بكلمة which أو ذات، علشان كلمة things وحتى النجوم والكواكب كلمات غير عاقلة، نستخدم لها which أو نستخدم لها ذات صحيحات، لأن كل الجمل هذه جمل وصل معرفة، فبالتالي لا توجد فيها فواصل، يمكننا أن نستخدم فيها ذات ويمكننا بدلا من هو وwhich. طيب يلا حصل الجدول، ممكن أحذفه وأرتبهم لك مباشرة تحت، أعطيك إياهم مرتبين وبمعانيهم. طيب يلا شوف الترتيب بتاعهم ماشي، سموا لك جزء جزء، ثلاثة ثم اثنين، هم خمسة كلهم خمسة جمل. الترتيب الأول اللي هو mathematician، نمرة واحد معاها سي، عين بداية الاسم له، نمرة واحد معاها سي، اللي هو mathematician is someone who works with numbers، عالم الرياضيات هو الشخص الذي يتعامل مع الأرقام، اللي هو نستخدمه أو ذات أي واحدة صحيحة. number two geometry and arithmetic are subjects that or which are studied by mathematicians، علم الهندسة وعلم الحساب من الموضوعات التي تدرس من قبل متخصصي الرياضيات. يبقى نمرة اثنين معها A مرتبة وموجودة الترتيب في بداية الكلام ماشي. نمبر ثري معها B، physician is an old fashioned word that or which means doctor، الطبيب هي كلمة قديمة والتي تعني دكتور. طيب نشوف بعدها نمرة أربعة ونمرة خمسة، قال لك نمرة أربعة معاها E اللي هو chemist is a person who or that works in laboratory، الكيميائي هو الشخص الذي يعمل في المختبر. نمبر 5 معاها D اللي هو the stars and planets are things that or which astronomers study، النجوم والكواكب هي الأشياء التي يدرسها علماء الفلك. جميل. طيب إذا هذا التمرين الثاني اللي هو نحن نستخدم فيه بداية موجودة في الجدول ونهاية موجودة في الجدول، ونربطهم نرتبهم أول البداية الصحيحة مع النهاية الصحيحة، ثم نربطهم بضمير الوصل المناسب بناء على ما يوجد قبل الفراغ سواء كان عاقل أو غير عاقل. طيب نشوف اللي هو التمرين الخامس، اللي هو تمرين خمسة، هو موجود في كتاب اكتيفيتي بوك. كده حلينا تمرينين، واحد في ستودنتس بوك واحد في اكتيفيتي بوك، وهذا التمرين الثالث اللي هو تمرين خمسة ترتيبه يعني في الكتاب، انا نقول لك زي ما هو موجود في الكتاب، اللي هو نمبر 5 كومبليت ذا تكست اباوت ابن سينا،
أكمل النص عن ابن سينا العالم المشهور مكتشف الدورة الدموية الصغرى تقريبا، اللي هو complete the text about ابن سينا using the relative pronouns in the books، اللي هو مستخدما باستخدام ضمائر الوصل التي في الصندوق. ماشي. One pronoun is used twice، هنالك ضمير واحد يستخدم مرتين. يلا لاحظ معي، قال add commas for the non-deafening relative clause، أضف الفواصل لجمل الوصل غير المعرفة. ماشي. طبعا الكلام ده كده ما بيجي في الامتحان، خد في بالك، ما لقتني جملة في الامتحانات كلها انه في انك تضع فواصل وكلام بالشكل ده، لكن الكتاب دايما تمارين الكتاب بتكون هي صعبة، اصعب حتى من الامتحان، علشان الهدف منها تعزيز مفهوم الدرس بالنسبة لك كطالب، علشان تقدر تتعامل مع الامتحان بصورة عادية وطبيعية. يبقى الهدف من انه هذه ضع الفواصل، يعني انت شنو؟ يعني حتقرأ الكلام كويس جدا، وحتحدد الجمل اللي فيها اسماء الموصول، هل هي جمل بتحتوي على معلومات necessary information، معلومات اساسية وضرورية، واذا حذفتها بيختل معنى الجملة، فبالتالي ما بضع فواصل واعتبر هذه جملة وصل محددة ما دام فيها معلومات رئيسية وضرورية، ولا هي معلومات اكسترا انفورميشن، معلومات اضافيه، اذا حذفتها لا تاثر على معنى الجمله وتعطيني معنى الجمله، المعنى المراد في الجمله حقيقي وصحيح، فبالتالي في هذه الحاله اضع فواصل واحده قبل ضمير الوصل مباشره، يعني قبل هو وويتش ووير وكده، والاخرى في شنو؟ في نهايه الجزء الان، اذا حذفته لا تتاثر به الجمله. فعلا بعض الناس حيجدوا مشكله في انه وين يضع الفواصل وكلام بالشكل ده. على كل حال انا بحل لك، ولكن اطمن، ما في في امتحان توجيهي اسئله وزاره من سنوات سابقه انا بحل لك اكثر من 40 سؤال لا يوجد فيهم حاجه اسمها ضع فواصل في الامتحان، ولكن هنا انه علشان يتعزز بالنسبه لك المفهوم بتاع جمله الجمل الوصل المعرفه وجمل الوصل غير معرفه، جابوا لك التمرين هذا، نحن بنشتغله، واتمنى انك انت تستفيد منه في التمييز اكثر واكثر بين جمل الوصل المعرفه التي تعطي معلومات اساسيه لا يمكن حذفها في الجمله، لانه لو حذفناها بشنو؟ بيتغير معنى الجمله، فبالتالي ما بنضع فواصل، وجمل الوصل الغير معرفه التي تحتوي على معلومات اضافيه، فبالتالي اذا حذفنا هذه المعلومات الإضافية لا يتغير معنى الجملة، جمل الوصل المحددة يتغير معنى الجملة، ماشي، إما جمل الوصل غير محددة لو حذفنا المعلومات لا يتغير معنى الجملة، فبالتالي ممكن نضع فواصل. طيب يلا نشوف، طبعا هي شنو الجمل اللي هو ذات ووين وويتش وهو، اللي هو الاسماء بتاعت الوصل، ذات ووين وويتش وهو المعطيني اياها، بنلاحظ انه ما فيها وير ولا فيها وين، ما فيها وير، فيها وين، فيها ذات ووين وويتش وهو، ولكن ما فيها وير، مش كده؟ وما فيها هوز، ما فيها ملكية ولا فيها وير، إذا بنركز على دول فقط الموجودين ديل، ونركز على وضع الفواصل. يلا لاحظ معاي الفقرة، أنا مقسمة لك لعدة أجزاء زي ما أنت بتشوفها على الشاشة الآن. قال ابن سينا، ابن سينا اللي هو اسم العالم، هو is also known as Avicenna، الذي عرف أيضا باسم أفايسينا، was a polymath، كان متعدد المواهب، أي علامة، polymath علامة. طيب أنا الكلام بتاع ابن سينا الذي عرف أيضا باسم أفايسينا، أنا الهدف من الجملة شنو؟ الهدف من الجملة إنك أنت تعرف ابن سينا ده كان علامة، كان متعدد المواهب، دي الجملة الأساسية. يبقى كان بناده أفايسينا ولا غير أفايسينا، هذه معلومة إضافية ليست ضرورية، ماشي، ممكن نحذفها. إذا احنا ممكن نضع شنو؟ قبله فاصلة وبعد أفايسينا فاصلة، باعتبار شنو الكلام اللي موجود هنا ممكن نستغنى عنه، ويكون ابن سينا واز بوليماس، ابن سينا علامة أو متعدد المواهب، جميل، عادي نحذف عادي. إذا أنا حليت ابن سينا عشان عاقل استخدمته، وهذه الجملة علشان جملة وصل غير محددة يمكن تحمل معلومات إضافية يمكن أن نستغنى عنها، فوضعت فاصلتين، واحدة قبله والثانية بعد أفاي سينا، علشان هذه لو حذفتها ممكن تكون ابن سينا واز بوليماس، ابن سينا متعدد المواهب، جميل. طيب اللي هو قال ابن سينا was also known as Avicenna was a polymath. ابن سينا was influenced as a young man by the works of philosopher Aristotle.
اللي هو قال ابن سينا الذي عرف أيضا باسم أفاي سينا كان متعدد المواهب، تأثر ابن سينا في شبابه بأعمال الفيلسوف أرسطو، الفيلسوف اللي هو المشهور المعروف صاحب أرسطو وأفلاطون ودول يعني. طيب he wrote on early Islamic philosophy اللي هو ابن سينا طبعا مقصود به هنا، لقد كتب في وقت مبكر يعني زمان عن الفلسفة الإسلامية. الفلسفة الإسلامية هذه غير عقل، اسم غير عقل نستخدم which included many subjects. الفلسفة الإسلامية التي كتب عنها ابن سينا ما لا تضمنت والتي تضمنت العديد من الموضوعات especially خصوصا logic and ethics اللي هو خصوصا في علم المنطق والأخلاق. طيب ماشي عايم معاي، أنا عايز أتحدث عن الفلسفة الإسلامية اللي هي كلمة إنه كتب مبكرا عن شنو؟ عن الفلسفة الإسلامية اللي هو خصوصا عاي ممكن أفط الكلمة دي الجملة دي كلها اللي هو which included many subjects، هذه كلها طبعا موجودة فيها فاصلة أساسية موجودة عليها باللون الأخضر، الفاصلة المكتوبة باللون الأخضر موجودة هنا فاصلة، أنا أضع فاصلة قبل which على أساس إنه هذا الكلام معلومات إضافية، دي جملة وصل غير محددة، يمكن أن أستغنى هذا الكلام ويكون أستغنى عن هذا الكلام ويكون المعنى حقيقي ويكون المعنى صحيح. يعني ممكن أقول شنو he wrote من بداية الجملة he wrote on early Islamic philosophy special logic and ethics ماشي، انه شنو لقد كتب في وقت مبكر عن الفلسفه الاسلاميه خصوصا في علم المنطق والاخلاق ماشي. اذا هذه الجمله ما لا يمكن ان نستغنى عنها which included many subjects اللي هو الفلسفه الاسلاميه تحتوي على كميه كبيره او العديد من الموضوعات، ممكن استغنى عن هذا الكلام عادي، فبالتالي وضعنا فاصله علشان والفاصله الثانيه موجوده بعد كلمه subject موجوده اصلا في الجمله، معناتها هذه شنو جمله وصل غير محددة تحتوي على معلومات إضافية، إذا تم حذف هذه المعلومات الإضافية لا يتغير معنى الجملة. جميل؟ واضح 100%؟ استخدمنا اللي هو إسلاميك فلسفي علشان غير عقل استخدمنا ويتش، ثم قال أضع الفواصل، وضعت فاصل عشان الفصلة الثانية موجودة. إما فوق هو وضعت الفاصلتين، واحدة قبل هو والثانية بعد أفايسينا باعتبارها هذه الجملة جملة إضافية ما بتأثر إذا حذفت من المفهوم المراد توصيله عن ابن سينا إنه متعدد المواهب. نشوف باقي التمرين اللي هو الجزء الثاني من التمرين. He also wrote القانون في الطب اللي هو وهو أيضا ألف كتاب القانون في الطب The book الكتاب، كلمة كتاب غير عاقل، ابقى أكتب طوالي which أو ذات became the most famous medical textbook ever. هو أيضا ألف كتاب القانون في الطب الذي أصبح المرجع الطبي الأكثر شهرة على الإطلاق. ماشي؟ هنا لا توجد جملة اعتراضية، يعني جمل مثلا جملة إضافية تحوي معلومات إضافية علشان أنا أخذت لي فواصل، كل الكلام اللي موجود إنه هذا الكتاب أصبح، ما ممكن أشيل كلمة أصبح ذا موست، ما ممكن أشيل كلمة ذا موست فيمس، ما حيظبط لأنه موست بكام هذا الفعل الرئيسي في الجملة مكمل لي الجملة، فما بقدر أشيل هنا حاجة، فبالتالي هذا ما بقدر أضع فواصل، علشان كده بعتبرها جملة وصل معرفة لا تحتوي على معلومات أساسية وضرورية، فبالتالي ممكن نستخدم فيها ذات بدلا من which وبدلا من هو، وهنا وضعنا which وذات للدلالة على أنه ممكن نستخدم أي واحدة فيهم صحيحة، لأنه الكتاب غير عاقل ممكن نستخدم له which، ولأنه جملة وصل محددة يمكن أن نستخدم ذات. إذا the book which أو ذات became the most famous medical textbook ever. جميل، جملة وصل محددة. قال in the last 10 or 12 years of his life اللي هو في السنوات العشر او الاثنتي عشر الاخيرة من حياته اللي هو معلوم في من حياته ابن سينا started studying literary matters، بدأ ابن سينا في دراسة القضايا الادبية في السنوات الاخيرة العشر الاخيرة او الاثناشر الاخيرة من حياته. his friends اصدقائه his friends دي العاقلين، فبالتالي نستخدم who were worried about his health
الذين كانوا قلقين على صحته ماشي advised him to relax، نصحوه بالاسترخاء. الجملة مقصود بها إنه أصدقائه نصحوه بالاسترخاء، على الاسترخاء، إنه شنو ياخذ راحة شوية. فهو شنو يبقى الذين كانوا قلقين على صحته، دي جملة ما لها معلومات إضافية، معلومات إضافية. ما دام قال أصدقائه الإنسان بيفهم تلقائيا إنهم بيتعاطفوا معه وبيتهمهم مشكلاته وكده. إذا هنا بعد ما his friends أصدقائه استخدمناه، ولكن نضع فاصلة قبله وفاصلة بعد his health، كلمة health باعتباره إنه were worried، who were worried about his health، الذين كانوا قلقين على صحته. كل دي جملة زايدة، السبب لو حذفتها حتقول لي his friends advised him to relax، أصدقائه نصحوه بالاسترخاء. جملة واضحة، واضحة. لو حذفت الكلام اللي في الوسط ده اللي بين الفاصلتين بتصبح لي his friends advised him to relax، أصدقائه نصحوه أن شنو نصحوه بالاسترخاء، إنه ياخذ شنو راحة. ماشي، صارت جملة صحيحة. إذا الفاصلة بتكون لي قبله وبعد كلمة health، هذه الفاصلتين وضعتم لأنه دي جملة وصل، وما دام هي جملة وصل غير محددة ما ممكن نستخدم فيها ذات، فخطيت خيار واحد وهو فقط. ماشي، طيب نشوف الجزء الأخير من هذا التمرين. قال هو طبعا أصدقاء ماله نصحوه بأنه ياخذ راحة شوية. هو عمل شنو؟ رد فعله كان إيش؟ he refused and told them، هو رفض وقال لهم I preferred short life with wits to a narrow one with links. هذه زي الحكمة كده أو زي المقولة مأثورة لشنو لابن سينا. رفض وقال لهم أنا أفضل حياة قصيرة ذات عرض على حياة ضيقة ذات طول. ماشي، طيب حشرح عليك اللي هو شنو بتعني. اللي هو بعد ذاك بيقول it was، طيب العبارة بتعني شنو؟ قال أنا أفضل حياة قصيرة ذات عرض على حياة ضيقة ذات طول. مفهوم العبارة يعني إنه الإنسان بيفضل أن يعيش حياة قصيرة مليئة بالسعادة والإنجازات، يعني يكون حياته قصيرة، يعني أعيش مثلا 40 سنة 50 سنة، وإذا يكون هذا 50 سنة مليئة بالنسبة لي بالسعادة وبالرفاهية وبالطمأنينة وبالإنجازات، أخدم فيها المجتمع، أكون خدمت فيها المجتمع بصورة كويسة وقدمت فيها أشياء كويسة للمجتمع بصورة جميلة، أفضل مما أعيش 100 سنة وأكون عايش في تعاسة وأحزان وكآبة وكده، وفي نفس الوقت أكون عال على المجتمع طيلة 100 سنة وطيلة 90 سنة، هذه ما قادر أفيده بل كنت عال عليه وكنت بعتمد على المجتمع بصورة كلية. يبقى الحياة القصيرة المليئة بالسعادة والإنجازات في نظر ابن سينا أفضل من الحياة الطويلة المليئة بالكآبة والأحزان وعديمة الإنجازات وعديمة اللي هو عديمة الإبداع. جميل، يبقى هذا المفهوم بتاع الكلمة بتاعت I prefer a short life with wits to a narrow one with length. ماشي، اللي هو أنا أفضل حياة قصيرة ذات عرض على حياة ضيقة ذات طول. طيب it was the month of Ramadan، كان شهر رمضان عندما شنو وين ابن سينا died، اللي هو عندما مات شنو ابن سينا، مات وين in June، في شهر يونيو 1037 1037 common era، في سنة 1037. ماشي واضحة. يبقى وضعنا في هذا التمرين اللي هو الفواصل وأسماء الموصولة المناسبة. طبعا هنا اللي هو في زمان أوف رمضان اللي هو شهر رمضان، هذا زمن، فبالتالي استخدمنا له وين، شهر رمضان زمن، زمن موسم، زمن معين بيجي فيه month، month شهر. نحن قلنا الأزمنة month شهر year سنة day يوم week أسبوع second ثانية مثلا minute دقيقة وهكذا. ماشي، يبقى هذا month of رمضان، شهر رمضان، هذا زمن نستخدم له when. واضحة إنه وضعنا ضمائر الموصول في أماكن المناسبة ووضعنا الفواصل بالنسبة للجمل التي تحتوي على معلومات إضافية، إذا حذفت هذه المعلومات يستقيم معنى الجملة المراد توصيله للقارئ. جميل، طيب نشوف التمرين البعده اللي هو تمرين 6 صفحة activity book، في كتاب activity book صفحة 30 بيقول write one sentence that means the same. التمرين هذا متعدد، فيه عدة دروس، أنا أخذت الجملة اللي بتمشي معاي فقط التابعة لهذا الدرس، باقي الأسئلة الثانية كل واحدة في درس الخاص بها. طيب قال لندن is a huge city، لندن مدينة ضخمة، it is the capital of the United Kingdom،
هي عاصمة المملكة المتحدة. طبعا لندن بطبيعتها وكل الناس عارفينها إن هي مدينة ضخمة ماشي، لكن معظم الناس ما بيكونوا ما معظم الناس عارفينها هي عاصمة بريطانيا، ولكن ما كل الناس عارفين الحجم بتاع قدر شنو يعني. لكن لو سألت أي حد قلت له ما هي عاصمة المملكة المتحدة، إذا كان فيه قدر من السخافة حيقول لك هي شنو، هي لندن. إذا أكتب لندن مكتوبة في البداية زي ما هي في الكتاب، وأستخدم لها ضمير الوصل المناسب اللي هو هي، عشان أشوفها غير عاقل ولا عاقل. أستخدم لها which، طيب ماشي، أستخدم لها which أو where. طيب هي بعد شنو مكتوب هناك؟ لندن is، وهناك في كابيتال اوف ذا يونايتد برضو از مكتوبه ات از. الات هذا بتعود للندن، الات في الجمله، هما دول جملتين منفصلات انا عايز اربطهم مع بعض. اذا اكتب لندن which is the capital of the United Kingdom. طيب لندن التي هي عاصمة المملكة المتحدة، يلا عين which، ليش نو انا ما استخدمت وير، ما هذا لندن مكان، ما اسم مكان، استخدمت which علشان بعد which is. إز أنا ضروري لازم أستخدم إز لأنها مكتوبة فوق، it is the capital of the United Kingdom. الإت أحذفها علشان لندن كانت بدالها، ولكن لا أستطيع أحذف الإز. فبالتالي ما دام يوجد بعد ضمير الوصل بعد الفراغ، باعتبار ضمير الوصل ده إذا نحن خليناه في الفراغ هذا، بعده بيكون في إز فعل، فلما يكون في فعل اسم المكان نتعامل معه كغير عاقل، ذكرنا هذا الكلام كثير. وإذا كان بعده اسم أو ضمير نستخدم وير. جميل، استخدمنا which is the capital of the United Kingdom، دي جملة ما لا معلومة إضافية. لندن التي هي عاصمة المملكة المتحدة is a huge city، هي مدينة ضخمة. المعلومة بتاعتنا هي عاصمة دي وضعتها في الوسط، وضعتها قبلها فاصلتين ماشي، علشان هو أصلا خدت لي لندن وبعدها في فاصلة، معناها لازم تكون هذه جملة وصل غير معرفة، جملة وصل غير معرفة، علشان الفاصلة الأولى هذه هو الواضعة، الفاصلة الثانية وضعتها أنا، الفاصلة الثانية وضعتها أنا، الفاصلة الأولى هو اللي وضعها، ماشي، موجودة بعد كلمة لندن اللي هو لندن which is the capital of the United Kingdom is a huge city، لندن مدينة ضخمة اللي هو، فهي شنو؟ ده معنى الجملة، التحت ده معنى الجملة الرئيسية، ولكن معنى الجملة الأحل اللي هو لندن التي هي عاصمة المملكة المتحدة مدينة، هي مدينة ضخمة. جميل؟ طيب واضح هنا انا استخدمت مع لندن ويتش، ليش؟ علشان موجوده از، علشان بعدها في از فعل، بعد ويتش في از اللي هو بعد الفراغ في از وهي فعل، بعد الافعال نعتبر اسم المكان اسم عادي اللي هو يعني نعتبره اسم غير عاقل وليس اسم مكان، فنستخدم معه ويتش. اما اذا ما كانت موجوده از، موجوده اسم او ضمير، نستخدم لندن، نستخدم وير. اذا كان موجوده اسم او ضمير نستخدم وير بدلا من ويتش، ماشي. طيب نشوف اللي هو تمرين تاني، تمرين الرابع، وهو في ستودنتس بوك صفحة 30 ماشي. التمرين هذا عايله بصورة كويسة، هو تمرين طويل وبايخ كده ماشي، لكن شنو الهدف منه؟ سهل جدا جدا في هذا التمرين ماشي. عايل التمرين هذا معطيني انا بقراه لك بسرعة وانت انتبه له، علشان بعدين انا اقرا لك الحل مباشرة. التمرين هو نص كده كامل، فيه أسماء موصول، فيه حل جاهز، كل حاجة. هو عايز منك شنو؟ قال لك إنك أنت تستخرج من هذا النص جمل وصل محددة، يعني تمسك اسم الموصول وين وتشيل الموجود بعده حتى نهاية الجملة. جميل؟ حتى نهاية الجملة. حدد جمل الوصل المعرفة وحدد جمل الوصل الغير معرفة. انت اكتب له جمل الوصل المعرفة دي كده، دي جملة وصل معرفة، وجمل الوصل الغير معرفة اكتبها له الحالة. جمل الوصل المعرفة ما فيها فواصل، وجمل الوصل الغير معرفة فيها فواصل، بس ده كل ما الامر. يعني كل الفكرة اللي قايم عليها التمرين هي فكرة موجود فاصلة وغير فاصلة. الكلام ده كله التمرين الكثير وبايخ هذا فيه شنو كله بتركز عليه، انه قبل ضمير الوصل في فاصلة ابقى هذا جملة وصل غير معرفة، ما في فاصلة جملة وصل معرفة، وانقل هذه الجمل انسخها تحت وانا بنسخها لك وبوريك اياها. طيب الان انت عايم معي زار، قال ذا جيرالدا، جيرالدا اللي هو برج الخيرالدا موجود في 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 فرنسا في اسبانيا. قال ذا جيرالدا تاور which is one of the most important building in Seville،
برج الخيرالدا، والذي يعد واحدا من أهم المباني في إشبيلية بأسبانيا، في مدينة إشبيلية في أسبانيا. يلا عايب معي، قبل ما نمشي قدام شوف جملة ويتش. ويتش موجودة قبيلة فاصلة، وعايم بعد سيفل موجودة فاصلة تانية، ماشي؟ يبقى هذه جملة وصل غير محددة، يبقى نزلها في الجزء بتاع جملة الوصل الغير محددة، علشان في فاصلتين مثلا موضوع سهل جدا، بعدين انا بوريك الحل تحت، انا ملخصك الحل، بس عشان بعدين ما بشرحه بشرحه لك الان، ماشي؟ قبل ويتش في فاصلة، تمشي لغاية ما تصل كلمة سيفل اللي هو مدينة إشبيلية، تلقى في فاصلة تانية، يبقى هذا الجزء أنا بنزل، ودي جملة وصل غير محددة تحتوي على ضمير الوصل which قبله في فاصلة، نهاية هذه الفقرة أو نهاية هذا الكلام فيه فاصلة، يبقى دي أشيلها بعدين أنزلها تحت. جميل؟ دي أول واحدة جملة وصل غير محددة. جميل؟ طيب اللي هو أشيلها لغاية وين؟ ما لغاية سيفل، لغاية سبين، لغاية سبين الفاصلة الحمراء تانية، ماشي؟ يعني which is one of the most important buildings in civil Spain. في فاصلتين، فاصلة بعد سيفل وفاصلة بعد سبين، لأنه مدينة إشبيلية الموجودة في إسبانيا، لغاية كلمة إسبانيا دي فاصلتين الحمر، واحدة قبل which والتانية بعد سبين، واحدة قبل which والتانية بعد سبين. أشيل الجملة هذه كلها كاملة، أشيل الجملة هذه كلها كاملة، دي جملة وصل غير معرفة فيها ضمير الوصل which وفاصلة قبل which وفاصلة بعد spin. اللي هو stands as just over 104 meters tall، اللي هو هذا البرج ينتصب البرج على ارتفاع يزيد قليلا على 104 متر. The person who is believed to be responsible for the design of the tower، الشخص الذي يعتقد أنه المسؤول عن تصميم البرج، ماشي؟ عايل كلمة هو ما معطيني ليها، ما في قبيلة في فاصلة، يبقى من هو دي، هو is believed to be responsible for the design of the tower، لغاية هنا يبقى دي جملة وصل ما لا محددة، علشان قبل هو لا يوجد، الفاصلة التي توجد قبل اسم الموصول هي الفاصلة الرئيسية والضرورية التي تحدد بالنسبة لي ان شنو. ممكن الفاصلة الثانية ما تكون موجودة، كيف؟ اذا كانت هذه الجملة نهاية اخر الفقرة، ما بنضع نقطة، ما بنضع فاصلة، بنضع نقطة، بتكون في فاصلة قبل ضمير الوصل ونقطة في النهاية، يبقى الفاصلة اللي قبل ضمير الوصل مباشرة هي دي اللي بتحدد لي هذه الجملة معرفة ولا غير معرفة. الفاصلة اللي قبل ضمير الوصل في الجملة الأولى قبل which، في الجملة الأولى قبل which، يبقى دي حددت لي إنه هذه جملة وصل طوالي مباشرة، وتاني ما بقف بنقولها وبقف، ما بقف إلا في الفاصلة الثانية، ماشي؟ يبقى هذه الجملة بتاعت هو the person who، هو هذه قبلها ما في فاصلة، يبقى دي جملة وصل معرفة أضعها مع جزء بتاع جملة الوصل المعرفة. إذا ننقل من وين؟ أنقل من هو من ضمير الوصل. Who is believed to be responsible for the design of the tower، لغاية هنا، لغاية هنا ده بنقله كامل، لغاية هنا ده جملة وصل معرفة ما فيها فاصلة. طيب يلا في which بعد قبلها في فاصلة، دي جملة وصل غير معرفة. Which was originally a minaret اللي هو قال الشخص الذي يعتقد أنه المسؤول عن تصميم البرج، والذي كان في الأصل هذا من مناريت هذه مئذنة، يعني مئذنة، أصلا هذا البرج كان مئذنة، ماشي؟ الذي كان في الأصل مئذنة، إذ ماثيماتيشن أند أسترونوما جابر ابن أفلح، اللي هو هذا البرج، اللي هو الشخص الذي يعتقد أنه المسؤول عن تصميم البرج والذي كان في الأصل مئذنة، هو عالم الرياضيات، اللي هو شنو زي ماثيماتيشن أند أسترونوما، وعالم الفلك جابر بن أفلح، اللي هو جابر بن أفلح هو ده اللي بيعتقد أنه هو من صمم هذا البرج. طيب ابقى كلمة ويتش القبيلة في فاصلة هذه، كلمة ويتش القبيلة فاصلة هذه أنقولها كاملة كاملة، اللي هي لغاية كلمة شنو؟ ميناريت لغاية هذه الكلمة which was originally a minaret، هذا لغاية هنا من الفاصلة للفاصلة دي جملة وصل غير محددة، أخذتها مع جمل الوصل الغير محددة. جميل؟ يبقى في هذه الفقرة الجزئية هذه فيها جملتين غير محددات، جملتين غير معرفات، اللي هو الجملة الأولى which والجملة الثالثة which، وفيها جملة وصل معرفة اللي هي هو،
جميل، يبقى كده حصلنا على جملتين معلوم غير معرفات، وجملتين وصل غير معرفة، وجملة وصل واحدة معرفة، ماشي في الفقرة هذه قبل ما احذفها. طيب الفقرة اللي هو إكمال للفقرة نفسها اللي هو قال، طبعا أنا في نهاية الفقرة كاملة بلخص لك الجمل الوصل المعرفة وغير معرفة، بعطيك يوم ملخص ما تهم لي، والناس اللي موجود عندهم الدوسية بتاعتي بيلاقوها موجودة عندهم اللي هو ملخصة، بتابعوا معي هذه. The architect of the tower was أحمد بن باسو، وكان architect اللي هو architect the architect of the tower was أحمد بن باسو، كان المهندس اللي هو المعماري اللي صمم البرج هو أحمد بن باسو. who began work in اللي هو 1184 كامون إيرا، اللي هو بدأ العمل هذا بتاعه في سنة 1184، ماشي. he died before the tower was completed in اللي هو 1198 كامون إيرا، مات قبل أن يكتمل البرج، وتوفي في عام 1198. طيب يلا لاحظ معي اللي هو قبيلة في فاصلة طوالي مباشرة، بقف عند النقطة، هذه جملة وصل غير معرفة. ليش ما وضعنا فاصلة في النهاية اللي هو بعد كم نيرة هذه؟ لأنه دي نهاية، كانت نهاية الجملة، نهاية الجملة ما بتضع فاصلة. إذا الفاصلة الأولى اللي جاب قبل ضمير الوصل هي دي اللي بتحدد ليه دي جملة وصل غير معرفة، ماشي؟ عندي ثاني، يبقى الجملة لغاية هنا حصلنا على ثلاثة جمل وصل غير معرفة وجملة وصل واحدة معرفة. قال the design of the tower is believed to be based on the كتيبة موسك، اللي هو قال ويعتقد أن تصميم البرج اعتمد على تصميم جامع الكتبية هذا في مراكش في المغرب. في المغرب يعني أخذوا نموذج بتاع جامع الكتبية الموجود في شنو في المغرب، وعملوا البرج بتاع الخلال ده يشبهه يعني، ماشي. طيب ماشي، كتبية موسك اللي هو هذه، بعدها في فاصلة which is in مراكش موروكو، اللي هو موجود في شنو في مدينة مراكش في المغرب. ابقى هنا ويتش قبيلة في شنو في فاصلة، وبعد فاصلة تانية باللون الأحمر بعد كلمة موروكو اللي هو في فاصلة بعد مراكش، لكن ما بنقف هنا، بنقف لأنه مراكش دي تابعة للمغرب. بعد شنو؟ بعد موروكو اللي هو هذه الفاصلة الثانية. إذا الفاصلتين اللي قبل ويتش واحدة والبعد موروكو واحدة، إذا هذه جملة وصل غير معرفة. إذا كده أربع جمل وصل غير معرفة وجملة وصل معرفة واحدة لغاية الآن. قال and the حسان تور ان اللي هو ربات. قال طيب اقرا الترجمه كلها كامله عشان يكون مفهوم بالنسبه لك. قال وكان المهندس المعماري للبرج هو احمد بن باسو الذي بدا العمل في عام 1184، توفي قبل الانتهاء من البرج في عام 1198، ويعتقد ان تصميم البرج اعتمد على تصميم جامع الكتبيه اللي هو الذي هو في مراكش في المغرب، وعلى برج حسان في الرباط. يعني أخذت شكل التصاميم من هذه الأماكن، من برج حسان ومن جامع أو مسجد الكتبية. طيب يلا هذه أعمل لك ملخص للأربع جمل بتاعت الوصل الغير معرفة اللي وجدناها في النص، وجملة الوصل المعرفة اللي وجدناها في النص. طيب يلا نمرة واحد، طبعا ده كان النص. السؤال بتاعه قال identify حدد the defining and non-defining relative clauses in the text، حدد جمل الوصل المعرفة وجمل الوصل الغير معرفة اللي موجودة في شنو في النص. أنا كاتب لك defining relative clause اللي هو clauses، جمل الوصل المعرفة كانت واحدة فقط اللي هي شنو، who is believed to be responsible for the design of the tower، الذي يعتقد بأنه المسؤول عن تصميم البرج. جملة واحدة كانت، خمسة جمل هم كانوا، أربع غير معرفين وواحدة معرفة. طيب نشوف اللي هو الغير معرفين الأربعة على خصم إياك، اللي هو non defining relative clause اللي هو clauses اللي هو جمل الوصل غير معرفة الأربعة. الجملة الأولى which is one of the most important buildings in civil Spain، اللي هو الذي هو أكثر المباني شهرة في شنو في مدينة إشبيلية في إسبانيا. والجملة الثانية which was originally مناريت، الذي هو في الأصل كان مئذنة مناريت اللي هو. والجملة البعدة who began work in كده، الذي بدأ العمل في 1184 كمون إيرا. والجملة الرابعة which is the مراكش
موروكو اللي هو موجود الذي هو في مدينة مراكش في المغرب. ابقى بتلاحظ كل هذه الجمل بتبدأ ببداية شنو؟ ويتش الأولى فيها فاصلة، قبليها ويتش الثانية فاصلة، هو فاصلة، وويتش الأخيرة فيها فاصلة. فلازم جمل الوصل غير محددة تكون تسبق قبل ضمير الوصل يكون في فاصلة. جميل؟ طيب في سؤال صغير في نفس التمرين، أو اللي هو في نفس التمرين، سؤال نمرة 2 قال What relative pronouns do we use for the things in the books؟ اللي هو ما هي ضمائر الموصولة التي نستخدمها للأشياء اللي موجودة في الصندوق؟ people للناس نستخدم لهم ضمير وصل وينو، و animals and things والحيوانات والأشياء نستخدم لهم يا ضمير وصل، و places الأماكن نستخدم لها أي ضمير وصل. طيب الحل اللي هو people معروف الناس نستخدم لهم هو أو ذات، هو أو ذات، ذات إذا كانت جملة الوصل معرفة لأنها لا تستخدم في جملة الوصل الغير معرفة اللي فيها فواصل. إما animals and things نستخدم لها which أو ذات، which أو ذات. ليش؟ لأنه أصلا الحيوانات غير عاقلة والأشياء غير عاقلة، فنستخدم لها which ويمكن نستخدم لها ذات إذا كانت جملة الوصل غير معرفة. إما بالنسبة ل places نستخدم لها ثلاثة، إذا كان اسم المكان بعدي وبعد الفراغ يوجد اسم أو ضمير، بعد الفراغ يوجد اسم أو ضمير نعتبره اسم مكان ونستخدم where. إذا كان اسم المكان ويوجد بعد الفراغ فعل نستخدم which ونعتبره غير عاقل، وممكن إذا كان بعد الفراغ ضمير بعد الفراغ في فعل ونحن مضطرين نستخدم which ونعتبر اسم المكان غير عاقل، وكانت الجملة جملة وصل محددة، ففي هذه الحالة ممكن نستخدم which صحيحة وذات صحيحة. جميل؟ يبقى هنا شنو عندي بالنسبة للأماكن؟ نستخدم where وwhich وذات، وwhere وwhich بالذات دول أنا أعطيتك عليهم اللي هو ملاحظات قوية جدا اللي هو في آخر الفيديو المضى شرحتهم لك بالتفصيل، إنه نحن بنستخدم نعتبر اسم المكان اسم مكان ونستخدم له where إذا كان يوجد بعد الفراغ اسم أو ضمير، إما إذا كان يوجد بعد الفراغ فعل ففي هذه الحالة يعتبر اسم المكان اسم غير عاقل ونستخدم which أو ذات إذا كانت جملة الوصل غير معرفة. تمام؟ طيب لغاية هنا بتنتهي أسئلة كتابي ستودنتس بوك وأكتيفيتي بوك، أتمنى إنك أنت تكون فهمتها 100% إن شاء الله. هذه كل الأسئلة اللي وردت في الكتابين عن اللي هو جمل الوصل، ماشي؟ تابع معي الفيديو القادم إن شاء الله عشان بحل فيه أكثر من 40 سؤال من أسئلة الوزارة من سنوات سابقة حتى امتحان النظامي 2022 إن شاء الله، ماشي؟ حاول الناس اللي ما عندهم دوسيات حاول أحصل على الدوسيات الخاصة به وأطبعها طباعة ملونة زي ما هي، ماشي؟ أحصل عليها من مكتبة أنا بزودك فيما بعد برقم تلفون، حاول إنك أنت مثلا ترسل لي رسائل أو ارسل لي على الكومنت أي تعليق، أنا ممكن أزودك إياها بصيغة PDF إنك أنت ممكن تصورها في أقرب منطقة بالنسبة لك وتقوم شنو تصويرها تصوير ملون عشان الحلول بالملون زي ما هو أنت شايف الآن موجودة هنا، الألوان لها دلالات كبيرة جدا في الفهم، فبتقوم إنك أنت تصورها وتواصل معي لما يكون معك دوسيه بيكون الشرح أوضح بالنسبة لك أفضل وأفضل، ماشي؟ إن شاء الله إلى أن ألتقيكم بإذن الله في الفيديو القادم الفيديو الثالث، هذا الفيديو الثاني من درس الريلاتيف كلوزز اللي هو جمل الوصل، بنلتقي في الدرس الفيديو الثالث من حرفي وصلة وزارة ما إن شاء الله، وإلى أن ألقاكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.